تقول السائلة: امرأة أرضعت طفلا أكثر من 5 رضعات بقصد أن يكون محرما لها ولبناتها، فما الحكم في ذلك؟ الرضاع في حولين. نعم، إذا أرضعته في الحولين 5 رضعات فأكثر، يعني 5 مصات يمص الثدي ويخرج له لبن ثم يتركه ثم يعود إليه ويمصه ثانية إلى أن يكمل 5، سواء في مجلس واحد أو في مجالس، تكاملت 5 رضعات في الحولين صار الرضيع ابنا لها وأخا لأولادها، أخا لأولادها، ومحارمها يكونون محارم له لهذا الطفل، وهو يكون محرما لها ولبناتها ولبنات أولادها، بقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.